اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري. المطبخ المصري بيتميز بالبساطه والسهوله والمرونه وكمان الطعم المميز اللي هي الخلطه بتاعه التوابل. حبك للمطبخ، الجو اللي احنا عارفينه ده كده لما تخش ست البيت تعمل مثلا طاجن السجق البلدي بالبطاطس مدرسه. ازاي اخلي البطاطس تاخد طعم السجق والسجق يتعرف على النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده في البطاطس؟ بالتاكيد محتاج لخبره طهويه. هناكل البطاطس ونسيب السجق للضيوف. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله. معايا النهارده عجينه الجلاش، وهنعمل النهارده رقائق الجلاش باللحم المفروم المخلوط بالفلفل بالالوان بسله جزر زي ما انت حابه. ممكن تعمليه بالفراخ، تعمليه بالجمبري، حاجه كده افتكاسه وفيها خبره طهويه. البنوته الحلوه والاولاد في البيت دلوقتي وفي اجازه مدارس يخشوا المطبخ يساعدوا مامتهم، دي فرصه انك انت تجيبي عجينه الجلاش وتعمليها بافكار جديده، سواء تعمليها في رقائق او تعمليها محشيه رولز زي ما احنا حابين. المانجه بتاعتنا المصريه قبل ما تودعنا، ودلوقتي هي في عز طبعا طعمها وشقاوتها والعسل بتاعها، فانا هعمل النهارده عصير او سموزي المانجا بالزبادي. الزبادي بيساعد على الهضم، مفيد جدا، بيريح المعده، بيريح القولون. وجوده مع المانجا بقى وقليل من السكر والنعناع بالتاكيد بياخدنا لمدرسه تانية وطعم تاني خالص. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتيره في الحلقه ومعلومه غير معلومه، وتليفوناتنا على الشاشه للتواصل مع حضراتكم. بنحط ايدينا على السؤال نجاوب على طول. هنطلع فاصل صغير او تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع عروسة الشرق الأوسط كله. مانجا مصرية ما أقولكيش في السوق مرطرطة بأسعار مختلفة، عويسي على فونس على هندي على حاجات وألوان حمراء. أنا عاشق للمانجا، وتاني بقول تاكل مانجا، جوزك بيحب يرجع من الشغل ياكله 3-4 حبات مانجا حلوين، حط قدامه دورق مية، ما تكونش مية ساعة، مية عادية خالص من التلاجة من الحنفية يعني، ما تكونش مية مجمدة مية ساعة زي اللي بنشربها دي مشبرة، لا مية عادية خالص عشان تعمل على دوبان المانجا وتبقى ناخد نتخلص من الأملاح اللي موجودة فيها. شكلنا حبتين مانجا وراهم كوبايتين مية بس خلاص، أي مشاكل للمانجا مش هتبقى موجودة. واسأل العلم في الكلام اللي بقوله ده، حلو الكلام؟ المانجا موجودة معانا؟ معانا تلج مجروش، عندي خلاط يكسر التلج ده توكلي على الله. معانا شويه سكر مع ان المانجا بتاعتنا مش محتاجه سكر، هي لوحدها سكر. عسل، معانا ورقتين نعناع اخضر. المشروب ده بجد تعظيم سلام له. زبادي، مانجا، تلج، سكر، نعناع اخضر وشويه حب، والمقادير على الشاشه. ونجهز الكاسات اللي احنا هنحط فيها العصير بتاعنا. اللهم صل على النبي. حلو، طيب افتح الخلاط يا عم الشيف. لا لسه بدري حبيب قلبي، بيقول لي اللي في الفرن. والله انت ابن حلال. ادي التلج، صوت التلج في الخلاط بيوجع لي قلبي. هيتحط عليه ليمون ولا مانجا ولا برتقال ولا ولا ولا. ادي المانجا، بتتكلم مصر المانجا، شايف المانجا في قلب الخلاط. انا عارف انت بتحب الصوره الحلوه دي. ده اهو، ايه ده، ايه الحلاوه دي. شيل الطبق ده كده عينيا. يعني نرحم المانجا بان احنا ناكلها كده واحنا قاعدين بنتفرج على القناه الاولى او على التلفزيون. يعني مره ناكلها كده، مره نعملها عصير، مره نعملها سموزي، مره نعملها مع عجينه الكريب زي ما شفنا عملناها ازاي. تقريبا عملتها امبارح او يوم السبت على ما اعتقد. شفت المانجا؟ والله ريحتها جميله جدا، ريحتها الارض المصريه. الله، بايدي عشان احس بالنعمه بتاعه ربنا. عليا الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه وطولة العمر، حد يغسل ايده من نعمه ربنا؟ كان بياكل كباب في الفيلم. ننزل بالمانجا كلها كده. كلها اعزمك انا على واحد كوبايه واخلي دول كده ايه برزنتيشن. الزبادي، يعني ممكن عايزه تجيبي زبادي دسم قليل، ماشي مفيش مشكله. كفايه دول كده زي الفل. ورقتين نعناع اخضر، بلاش العروق. سكر، والله ايديا ما عايزه تروح على السكر.
سامحوني انا مش هحط سكر، يعني انا بقول السكر عشان الاطفال الحلوين بس، بس من غير سكر اسمعي كلامي. عملت انا عصير الطماطم امبارح بالعسل، كسر الدنيا على السوشيال ميديا، عصير الطماطم بالجنزبيل والعسل، العسل او السكر على الطماطم غير المانجا. ليه يا شيف؟ لان العسل او السكر على الطماطم بيشيل الحموضه والقرحه ومشاكل القولون، اما المانجا مش محتاجه سكر، هي لوحدها عسل. حلو الكلام؟ عسل مانجا اهو في قلب الخلاط. لا ما تقلقش، الخلاط بتاعنا قوي متدرب. العب لكلينين يا بطل. يلا يلا يا باشا. انا بقفل الخلاط قبل ما اقفله، بغطيه يعني سوري، عشان ونصب المانجا. اللهم صل على النبي. لا المانجا ده اعزمك عليها دي بقى، ده معموله بص ما اقولكش التلج، ميه معدنيه ما تقلقش. هناخد الخلاط ده كده نخليه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونخلي ده هنا كده، هنا يا حبيب هنا عينيا اهو يا غالي. حاضر هنا حاضر. يلا اللهم صل على النبي. بتتكلم مصر وهي نازله من قلب الشفشه. شفشه عصير مانجا، سموزي مانجا بالزبادي والنعناع. النعناع هنا سيد الموقف اهو، كسر الطعم وممكن الحموضه بتاعت الايه المانجا. تجيب المانجا اللي هي ما فيهاش شعر كتير، المانجا في السوق اشكال والوان، الناس السياح بيجي ياخدوا المانجا من عندنا المطار، تشم ريحه المانجا فيه من طالعه من المطار، هدايا مانجا بره. حلو قوي. معايا كاسات تانيه لسه اهي، واحده دي بتاعت الصغيره دي اهي. ألف أنا وشيف. جرنش ده بتاعك بقى، ورقة نعناع حلوة كده، مش هتقول لأ. زي دي كده. هطلع الفطيرة بتاعتي. عشان اللي يشرب منها يعرف إن دي فيها نعناع، مش هنخسر حاجة يعني. حلو الكلام؟ أهو يا ست الكل، حاضر عينيا. عينيا. التفاصيل الصغيرة دي أنا بحبها. لما بيكون في عين تانية بتشوف الشغل أنا بكون مبسوط، مش أنا لوحدي. أنا قلت لحضراتكم امبارح مع الكلام الحلو اللي كنت بسمعه من الأطفال الحلوين كل المشاهدين، مش لوحدي بشتغل، خلي بالكم أنا آخر واحد ممكن أبذل مجهود. هنطلع مطبخنا النهاردة من قلب المطبخ المصري، ولكن بفكر طهوي مغازي، مغازية يعني. عملنا طاجن البطاطس بالسجق، وشفنا السجق ازاي نحافظ على شكله وشخصيته مع البطاطس الكربوهيدرات والنشويات. عملنا صينية جامدة جدا فيها خبرة طهوية. عملنا عصير المانجا بالزبادي بيتكلم مصري من قلب الشفشة. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.